الأنبياء. يجب على أي إنسان عاقل أن يعرف قصصهم التي هي محور التاريخ ويجعل منها مرجعه لفهم كل ما يحدث من صراع بين الحق والباطل، صراع بين أتباع الأنبياء وأعداء الأنبياء، وليحدد كل فرق وضعيته بينهم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. خلق الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم خلق الملائكة عليهم السلام. جاء في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم من نار وصف له. كانت الجن قبل آدم بألفي عام وسكنوا الأرض ففسقوا فيها وأفسدوا فسادا عظيما وسفكوا دماء، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور إلى الجزر التي في المحيطات، وهذا موطن الجن إلى اليوم. إلا أن إبليس لعنه الله كان رئيس الجن وكان له عرش وملك وعرشه على الماء. هنا بدأت القصة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا بدأت القصة.